خويا حنا المباشر باش انت تكون ماشي حاجه مباشر بدا يعني على كل حال هو بدا دار اللايف ماشي هذا ما تقولوش على كل 6 دقائق من يديكم وبعد هيا الواح شيخ الواح السلام عليكم ليكيب مساء الخير عليكم فوالا انا المباشر الخميس مليانه في حومه المرحوم مليانه انا غلط قلت خميس مليانه عند عائله المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه انا بك انا من داك خلط لي خميس مليانه خميس خشنه مليانه ترالي ترالي الله يرحمه ويوسع على كل حال انا مع ولاد حومته هنا كاع يعني وحاجه ديجا اولا لو كان تشوفوا الاقبال تاع الناس الغاشي اللي جاوا والناس اللي راهي حابه تجيتو غاشي كبير اللي جاوا يدعوا له بالرحمه وهذا الشيء يثبت انه هذا الانسان الله يبارك على وليد فاميليا مولا خير وكذلك فنان 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 السيد فنان الله يرحمه ويوسع عليه انا علاش درت هذا اللايف يعني ماذا بيا انا كان ماذا بيا شويه من الاقارب تاعو يعني كسوا اصحابه ولا العائله تاعو ما نقدرش باسكو العائله تاعو راهي كما يقول لكم في حاله راه حنا دوك شفنا الام تاعو شفت الاخت تاعو شفت العائله تاعو ربي 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 يصبر على كل حال ربي ربي يصبرهم وربي يرحمو وسورتو بارطاجيونا بزاف هذا اللايف وبالمناسبه شحال رانا دوكا هكذا نقدروا نهضروا على كل حال بالمناسبه عندي شويه ولاد حومته والاقارب تاعو ماذا بهم يقولوا كلمه راه ولاد حومتهم راهم محروقين علاه تي توضا في نورمال ماذا بيا تفضل استاذ قبل تفضل معايا خويا مساء الخير عليك مساء النور ان شاء الله تكون بخير وعلى خير امين الحمد لله الحمد لله يعني بالمناسبه قدم روحك انت واش تقول له ولا واش يقول لك الله يرحمه كاش مثيل هو على كل حال او ابن من ابناء مدينه مليانه ومن شباب تاع مدينه مليانه اللي كان معروف على الساحه الثقافيه وشفناه دار ربي يرحمه دابور قبل ما نبداو نترحموا عليه خونا جمال اسماعيل ان شاء الله يكون من اهل الجنه وان شاء الله نحتسبوه شهيد من شهداء الوطن ربي يرحمه ان شاء الله دونك عرفناه بالسيره الحسنه تاعو كان انسان تاع ميدان ثقافي كان يرسم كان يجود لا جيتار الحمد لله ما سمعناش نسمعوا عليه غير الخير على كل حال اني با دو ما جينيراسيون مي نسمعوا عليه غير الخير وحدو حد روحو كيما نقولوا حنا الجيريان واش راح نقول لكم هذه لاكسيون سوليداريتي وهذا التضامن اللي راهو هنا والتلاحم تاع مدينه مليانه مدينه مليانه فيها براتيكمون 60000 هابيتون رانا براتيكمون كاع رانا هنايا كل جزائري نقول لك حاجه كل جزائريين ماذا بهم يكونوا حنا رانا في مواقع التواصل الاجتماعي انا نقول لك انا انسان عندي باجا كبيره الناس يتبعني والله نشوف الناس يتسرحم عليه والله يرحمه ويوسع عليه وكاع الجزائريين وكان جات بيدهم والله غير انا على بالي يعني كل الجزائريين ماذا بهم يكونوا هنا في الدقيقه على كل حال دونك ثاني خاوتنا تحت يجي وزون نتمنوا لهم تنخمدني راه الحرائق اللي راهي فماك باسكو وصلوا لي اخبار عندنا دي زامي دو تيزي وزو مازالوا يسوفريو من لي زانسوندي تاع لي فو راهم اليوم مازال الجبال يحربوا ان شاء الله يخرجوا بخير وعلى خير من هذه المحنه وش راح نقول لكم الناس كاع شافت واش كاين وسي دي زاك ايزولي للقبائل والناس مليانه كاين تلاحم وهو ديجا النيه تاعو راح الاصدقاء ثم راه باش يعاون راح يغيثهم قال لك جي دي زامي في بلاد القبائل ان شاء الله نروح نعاونهم وربي يكتب له هذا الاجل احنا نترحموا عليه الله اكبر ويسلم فوالا واش رانا لازم نطلبوا من العداله اخو لازم يجيبوا له حقه ثاني العداله ولا ما يروحش هكذا فهمتني خاطر حبك لو كان ما نهضروش عليها اليوم انا على بالي نقولها لكم لو كان ما نهضروش عليها نعاود نهضر عليها الانسان باذن الله رانا شفنا دي ديكلاراسيون ديريكت من لي او ريسبونسابل ديتا وقال لك راح تكون العداله وراح تكون ديفون لوبينيون بيبليك دونك راح تكون ديفون تو الموند ان شاء الله وان شاء الله اللي دار هذه الجريمه يخلصها نون سيلمون مع العداله الدنيويه والعداله الالهيه بيان سور اللي فوق العداله اللي فوقنا كامل على كل حال الله يرحمه ويسعده ونشكرك حتى الاخ مروان قروابي اللي غطيت هذا والتحقت بالاخوه هنايا مروان قبل ما يجي دار دي زيفور بزاف كان في تيزي وزو لا كنا في تيزي وزو بلا مزيتنا خوتنا راهم تما وجا تكون على بالكم ثاني اليوم راحت من ولايه عين دفله ان شاء الله تكون بادره لاطفاء نار الفتنه و
راح راحوا براتيكمون كات ولا شحال ست سيمي شفنا مقلعهم لا ولايه سي دي سي دي سي دي زاد دي رافيتايمون بحثوا لهم مام لي ميديكامون لي بارافارماسي ربي يكون في العون على على كل حال فوالا حنا نتمنوا سورتو من لي جوان من لي جون ولي جون نو باتري اكسيتي واحد يتعقل وراكم حنا كاع مسلمين ونعرفوا العادات والتقاليد تاع الجزائريين اللي لشعب واحد وان شاء الله حتقيم صلاه هنا قومي صلاه سلام عليكم ما حنا نقوم صلاه سلام عليكم كوبي لايف كوبي لايف على كل حال يا بنت راكو تشوفوا كيف انا اون ديريكت عليك تفضل ثم واش عليكم لي كيف واش عليكم دعوا له برحمه ثم دعوا له برحمه لايف على كل حال كيف مش حبوني نقول لكم ربي يرحمه وربي ربي عافينا وربي بعدنا على هذا الامور يعني سورتو ليكيب يعني نتمنى العداله ديال خدمتها معناتها يعاقبوا هذوك اللي داروا هذاك هذاك هذوك الوحوش اللي داروا هذاك الشيء فوبا نديروهم كاع دون ميم دون ميم باكي نهضروا على هذيك لا كاتيجوري على هذوك الناس اللي داروا هذاك الشيء ابخي فوبا فوبا نمتو تو المون دون ميم ساك وربي يخفف على الجزائر شي اللي راه صالح على كل حال اي بي فوالا ونقعدوا متضامنين بيناتنا كساسوا مع ناس سيزي وزو كساسوا مع ناس بجايه كساسوا مع ناس طارق نوبليي با تانيك ليكيب لي زاسوسياسيون اللي راهم يخدموا من فضلكم مليح رانا نروحوا لتيزي وزو مليح رانا نروحوا للمناطق تماك في الدشور سي تري بيان يعني ان شاء الله ما يخصهم والو كاينه حاجه ثاني ما تنساش بلي كاين مناطق اخرى راهم محتاجين ثاني راهم محتاجين ثاني ودوك انا اون ديريكت مازالنا مليانه واش نقول لكم ربي يجيب ساعه الخير هذا الله يخليه ما سونكارديه ما فاصاش فاصيش ودا حبيبي تاع جارك صاحبك ها عطيه لك كلمه على المرحوم ربي يرحمه ويصلح لا شكون ما خلاص اللهم شد تجوش تهضر وكاع اللهم كلمه انسان بيان بزاف علاش خويا ربي ربي على كل حاجه سي سي تو دافي نورمال حاولت كاع تبكى عليه وما كاش وقت قال لك ما كاش واحد هنا ما يحبوش ما كاش منها كاع كيماجيني البارح هكا كنا مريحين هكذا من بعد انا بارطاجيت فرحنا كي لقاو السيد هذا فرحتوا كي فرحنا كي نتوما في بالكم اللي حرق الغابه هذه هي اللي حبيت نيماجينيها نتوما فرحتوا كي لقاو اللي حرق الغابه من بعد هكا فرحت سيكوند لقينا بلي السيد نعرفوه رحمتنا هكا كي يضر بلي لمينا له البارح الصباح باش يروح كاين اللي طالو 5000 السيد ما عندوش تسمى السيد زوالي زوالي ما تسمى السيد باش راح لميتو له نتوما اسمح لي اسمح لي هذه نقطه اسمها علاش نحبوا نهضروا باش نبينوا الجانب الانساني تاع السيد هذا السيد قال لك زوالي الناس طمولو هكذا هكذا باش يروح يدير الخير وعنده فيديو صباح كي صباح كي لحق تما يقول لهم خاوتنا شوفوا انا لحقنا ومانيش مأمن باللي صرات هذه في 86 وصرات دوكا شغل عندها بزاف عنده فيديو بيهضر هكذا باللي شغل باين راه كيف باللي جا صباح ويحكي لهم باللي جيت في الليل هاي دور نورمالمون كاع شايفين هاك شوف بعدا شفت خرجنا مشغوكين هكا باللي جمال 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 جيمي هذا جيمي جيمي السيد مهبول على مناطق يموت على مناطق في الفرقه هكا ديزاينين هكا بليسين ولا هو يجيبهم ويداويهم هكا يعاود يربيهم باش يطلعهم سين بالله يا صاحبي خويا ربي يرحمه على كل حال وابخي ما داك سمعتو سمعنا ما تفهم شغل ترونه ترونه تو تاع يما محكي لنا صح على كل حال يما هذوك تبعاها
اما والله يا ليك بوش حبوني نقول لكم ربي صبرها وخلاص باش حاب ندخل في ديطاي باسكو كنت ندخل في ديطاي يبداو صفحات هضرات منا حنا حبينا سيغت نقولوا نرحموا عليه ونهضروا انه الناس اللي داروا هذاك الشيء هما اللي يتعاقبوا ونهضروا غير على هذيك الفئه وعلى الناس اللي داروا ما نعموش سي با تو موند كي كومسا ماشي يعني خاطش يفو با تموت فتنه بين فلان وفلان راه مع الجزائر راه يد وحده بابا هضر صباح وقال لهم لا لا بابا هضر صباح انا عجبني كيفاش هضر بابا هو ثاني لا لا يفو يفو ما ننساوش حاجه حنا في الجزائر عينا باش نعاودوا نولوا كاع يد وحده طولنا باش كي نهار اللي عاودنا ولينا يد وحده عفسك كنا هذه نعاود رحنا كلش لا لا ليك ما تلعب بالناش كاع هذا ما كانش نخدموا عقولنا ليك نخدموا عقولنا ما تلعبوناش ونصفوها ونجيبوا حق السيد الله يرحمه حق السيد لازم يجي حق السيد يجي قدام الشعب والشعب يشوف بعينو باسكو لو كان عافر كيما هذه ثاني تعاود تغم تعاود تسكت تما خلاص قتلونا كاع وتهناو نولوا كيما بورما وخلاص نبداو كيما الحيوانات شقيت بالمناسبه يا خويا شوف تعرف واحد يقول كلمه تعرف شويه تبيتهم يعرفوا ملاح يحبوا يهضروا كلمه ولا انا جوبونس لا زيد السلام عليكم خويا لاباس بخير واش راك عزيز صباح بونسوار مدام لاباس مليح شي كيش في اون ديريكت شون ديريكت سور ما باش ما تقلق ما والو جيمغي بيان تعطيني كلمه على سي سي الله يرحمه سي سي انا ميافو فيك سي ان ارتيست سي وتبان بلي ارتيست بان اربح سي انا ميام ومروان دروابي خويا العزيز خويا العزيز الله يحفظك يعطيك الصحة كي جيت بلا نزيتي بلا نزيتي خويا جمال جامي نساوك حتقعد في بالنا C'est un ami très très proche. Qu'on a ce boulot, ils se guillent le ferda, on se guillent le ferda, le ferda, peace. Où je habite, je crois que c'est un choc, j'ai pas de mots. Rabbi, Inch'Allah, il rahma que t'as chahid ou magdor. ورب يجيب الحق ان شاء الله سورتو صح سورتو ورب يجيب الحق ورب يجيب الحق يا ربي يجيب الحق هذا واش نقدر نقول انا قلبي يخبط ما عندي جي باب شي باد مو جي بلو مو ربي معاك ورانا معاك ويفو كيما يقول لك نوقفوا مع دارهم مع يما مع تو الموندي تو ولا شفتك تبان ارتيست فهمت ارتيست ما انت ارتيست الله يحفظك تما لا لا باش تعرفوا بلي السيد هاهم ولاد حومته الناس تحضر وهاهم لي كولاك تاعو يقول لك السيد وليد فهميني هكا اش كيف روح مهتر يا فايب كاو ما كاش كيف دوك يهضر خويا على الباربو انا ما كاش ما عندوش معاه باساج صغير دوك نجوز بقى كيما راك شريكي اترحم عليه ربي يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه حبيبي بارك الله فيك بلا مزيتي ميرسي بوكو خويا اروح حكيلي ربي يحفظك وربي يصبرك العزيز وربي يرحمه ان شاء الله وربي ان شاء الله في جنة الفردوس هنا في مليانة جمال ما كاينش اللي ما عندوش معاه باساج صغير هكا باساج صغير يا لو كان قصر معاه 2 مينوت 3 مينوت هو ناس فرينا سما وربي يرحمه ولي دارها ربي وكيلو هذا ما هذا ما كانوا يديروها المنطقة هذه ما شوف شنو الناس هذوك هذوك يخلصوا شتي داروها هذوك يخلصوا يبان الحق نضربوا في الحق سلام عليكم نحوسوا لا جوستيس هذا ما كان نحوسوا لا جوستيس تاع ربي وتاع الدولة تاع ربي هذيك فساء تاع ربي تاع ربي تاع ربي جيبوا له ربي سبحانه هذيك ما تقلق هذيك يمسين يا خلاص انا دوك نهضروا على الشيء اللي شفناه يا خويا نحبوا الحق تاع الشيء اللي شفناه ربي يرحمه الولد هذا دوك ما يتعوض تبقى لنا دوك غير ندعوا له بالرحمه واحد ما يعرفش كاين في راسه جيمي واحد كاين واحد جارو دوك نحط واحد سطوري واحد جارو يسكن على معاه في الباب في الباب قالوا انا كيما راني حي في النانا كما سمعوش بيا ما سمعوش قالوا كي نموت يسمعوا بيا حق ربي غير قالها لي جارو انا ما عنديش علاش نهضر هذا هو الفنان في الجزائر هذه يقولها لكم كاع نتوما باسكو اي شاك فوا يكسر الظاهره كيما هكذا هذه الخطه لازم يبان الحق ويا لا لا يبان الحق يبان الحق باسكو لا لا باش هنا تحبس فاش يبان الحق باسكو سورتو حنا كاع كنا نشوفوا في تيزي وزو حنا نديروا الناس كاع راه دير اعمال خيريه حاولنا حنا هو واحد منهم دابيني فولا واحد اروح منا تفضل اهضر معايا السلام عليكم خوتي بون خونا جمال دابيني فولا راح وحده مسكين زوالي كيما حنا كيما اي واحد الجيريان هو دار بينيفولا راح قال لك طمو ولا تحوم طمو طمو شويه 50000 قال لها 50000 قال لها بها ستوب الحق جا دوكا نسناو فيه مسكين يجي في الكفن والله غير 50000 يحوس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان سبه هذا واش هذا ما كان هذا ما كان اللي كان سبه اه والله غير والله غير مليانه حزينه اليوم مليانه رانا كاع رانا نصطفوا خوتي ما رقدناش كاع نوي بلونش والله محمد رسول الله والله ما رقدنا يا خوتي والله ما رقد كاع نوي بلونش كاع ما رقدنا ما كاينش دار رقد هومي كاع اللي كيف هنايا جماعه راهم يستناو باش يجيبوها لك ولي حرب يرحمه ويوسع له انت ما يعطيك ما كاينش ام من انا بلا مزيتي اللي يعرفوا بلي ما يعرفوا بلا مزيتي باسكو نيتو بالك انا كي راح ندير كي راح لتيزي باش نعاون منها بالك انا راح طوموبيل ومنا فهمتني راح بعقلي سيد مسكين قال لك راح الله غير يحب هذا الصوالح خويا مروان يحب هذا الصوالح كاع يعرفوا صغار ربي بالقوزام تم خرجوا
ربي زمزم بره حبيبي حنا نقولوا ربي يرحمه ان شاء الله ثم ادعوا له وهاد لافير ما نتلقوهاش ايوا وصل الميساج ما الميساج انا ما عندي ما تقلقش انا هذا شوف اللايف هذا ديالكم ايوا وصل الميساج باش هنا تحبس اليوم صلاه بربي بالحق والسلطات تخدم خدمتها بينا تخدم خدمتها وتهلا فرواحتكم ودعيو ودعيو له بالرحمه ودعيو له بالرحمه والسلام عليكم هكا باش ما نطولوهاش باش تبان فيه بالصحه والمرور.